أبطالي. يا أهلا، أفلام الكرتون من الحاجات اللي اتعملت عشان الأطفال تستمتع بيها، وده لأن الطفل بيمتلك خيال واسع جدا، بيبدأ يغوص جوه الشخصية ويتخيل نفسه مكانها. فكل طفل قاعد بيتفرج على أي نوع من أنواع الكرتون بيختار شخصية معينة في الكرتون ويبدأ يحس إن الشخصية دي جزء منه، ويحس نفس مشاعر الشخصية بكل حاجة. فلو الشخصية دي مثلا اتجرحت في الكرتون، الطفل بيبقى حزين ومتأثر جدا باللي بيحصل ده، وده لأن الأطفال عندهم خيال واسع جدا. ولكن صديق البطل الجميل، مش مكسوف من نفسك وانت بتقعد قدام الكرتون لحد دلوقتي وتتفرج عليه؟ طب مش حاسس بحاجة غريبة في الانجذاب ده، وانك رغم ان انت وصلت للسن ده الا انك لحد الوقت اللي بكلمك فيه بتحب تقعد قدام افلام الكرتون وتتفرج عليها؟ الحقيقة يا صديقي انت مش لوحدك كده، لان انا كمان بعمل نفس الحاجة، ولسه لحد النهاردة بقعد قدام الكرتون واندمج معاه جدا، واحس كده ان الكرتون ده حاجة كبيرة وبيأثر فيا احيانا اكتر من الافلام نفسها. يا ترى ايه السبب؟ السبب يا صديقي هو ان افلام الكرتون دي معظمها متاخد من قصص حقيقية. مش كده وبس، القصص الحقيقية دي احيانا بيكون لها جانب وتاريخ مظلم ومرعب جدا. تعالوا يلا نتعرف على بعض الكراتين او بعض انواع الافلام الكرتون الانيميشن اللي كنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين وليها قصص مرعبة حصلت في الواقع. ملحوظة صغيرة قد النملة مهمة قد الفيل. هذه الحلقة لأصحاب العقول العميقة جدا، فإن كنت ترى أن هذا مجرد كرتون أطفال ليس له علاقة بالواقع فهذه الحلقة غير مناسبة لك يا صديقي. وإن كنت وسط جيش الأبطال للمرة الأولى فلا داعي للفلسفة، فهذا محتوى ترفيهي من الدرجة الأولى. وإذا أحببت الانضمام لهذا الجيش العظيم فالشروط بسيطة جدا، اضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عشان يتحول للون الرمادي، فلو تحول للون الرمادي فأهلا وسهلا، انت مقبول معنا. ودلوقتي اضغط على زر اللايك عشان يتحول للون الازرق، واكتب كلمة السر مار في ظهر الجيش من الابطال وجنبها بطل جديد عشان اعرفك وضمك للقائمة. ومستعدون يا ابطال؟ بسم الله فلنبدأ. مارو مارو وانت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو وانت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهايه المسلسل. عرض القفا هو مستك مارو موسى يعني مستا، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. في عام 1937 انطلق كرتون سنو وايت والاقزام السبعه، واللي الكل اتعلق بيه وحبه بشكل جنوني جدا. وقصة سنو وايت لو ما تعرفهاش، هي ان في بنت جميلة جدا اللي هي سنو وايت كانت عايشة مع مرات ابوها الغيورة جدا واللي كانت بتكرهها بشكل كبير جدا. سنو وايت دايما كانت بتقلق منها لانها عارفة ان هي بتحاول تقتلها طول الوقت، ومرات ابوها دي كانت طول الوقت بتزن على الملك ان هو يقتل بنته. ومن شدة خبثها وتلاعبها بالملك قرر ان هو فعلا يسمع كلامها ويقتل بنته. قرب منها ومسك السكينة ولسه هيطعنها، ولكن قلبه حن، قرر ان هو يهربها وسط الغابة ويقول للأميرة الخبيثة ان هو قتلها بالفعل. وفعلا عمل كده. سنو وايت اتعرفت على الأقزام السبعة وعاشت معاهم حياة جميلة جدا، وحبوا بعض وعاشوا في سلام، لحد ما اكتشفت الأميرة ان سنو وايت على قيد الحياة، فقررت تقتلها. بعتت ساحرة شريرة بتفاحة مسمومة كهدية لسنو وايت، وبالفعل كلت سنو وايت التفاحة وكلهم ظنوا ان هي ماتت. عرف الأمير باللي حصل فراح بسرعة لمكان سنو وايت وبسهم من بقها بوسة عيب طبعا، بزي البوسة اللي مارو بيديها لكم خالص، بوسة مارو بتكون بوسة أخوية، كلنا عارفين الكلام ده. المهم رجعت سنو وايت للحياة مرة تانية، وحبوا بعض وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا أرنوبات وكلبوبات. ودي كانت قصة سنو وايت اللي كلنا عارفينها واللي ديزني عملتها في أفلام الكرتون. ولكن اللي انت ما تعرفوش ان قصة سنو وايت وراها لغز مرعب جدا وقصة حقيقية صادمة. فإيه رأيكم نتعرف عليها؟ في عام 1812 تم نشر كتاب باللغة الألمانية للمرة الأولى اسمه The Brothers Grimm. الكتاب ده كان بيحكي عن قصة مظلمة حقيقية عن نسخة دموية من سنو وايت، ولكن الفرق في الأحداث كان في نهاية القصة. ففي سنو وايت اللي اتعمل في ديزني، بعد ما عرفت الأميرة إن سنو وايت لسه على قيد الحياة اديتها تفاحة وتسممت وماتت، والأمير لما بسها صحيت مرة تانية. أما في القصة الحقيقية فالأميرة الشريرة بعد ما عرفت إن سنو وايت ما زالت على قيد الحياة بدأت تبحث عنها في كل مكان، ولما فشلت في العثور عليها بعتت لها أحد الأشخاص بتفاحة مسمومة وكلتها الأميرة، لكن السم كان بيقتلها بالبطيء. بعد ما كلت سنو وايت التفاحة وعرفت الأميرة،
أمرت الجنود إن هم يجيبوها لمكان احتفال اجتمع فيه كل الأمراء، وكانت مجهزة لها حذاء من النار وضعته في رجل الأميرة، وفضلت الأميرة تصرخ من شدة الألم. وبعد كده خدوها للقاعة وفضلت سنو وايت ترقص ويعذبوها وهي لابسة حذاء مشتعل بالنار، وكمان كانت متسممة وبتموت، لحد ما وقعت المسكينة على الأرض واكتشفوا من هي ماتت بعد ما عذبوها وحرقوها وعملوا فيها أبشع الأفعال. وبعد كده خدوها ودفنوها وسط الغابة. ولكن طبعا ديزني كانت مستحيل يا صديقي تعمل كرتون بالدموية والنهاية المأساوية دي للأطفال، فعشان كده قرروا ان هم يتلعبوا في النهاية ويغيروها، وبدل ما الأميرة تموت بالطريقة البشعة دي يجي الأمير ويبوسها وتعود مرة تانية للحياة. ولكن القصة دي ما تقلش غرابة وأهمية ورعب عن الكرتون الأشهر بوكاهو بواكو بواكو هانتس. يلا نشوف الكرتون. بوكاهو هانتس هو واحد من أكثر الأفلام إثارة للجدل في ديزني، لأن قصته الحقيقية كانت مشهورة جدا وقت نزوله، ولكن بسبب إثارة الجدل تم تعديل الكرتون أكتر من مرة وإعادة تنزيله مرة تانية، بحيث أنهم كانوا شايفين أنه كرتون ما يناسبش أبدا الأطفال. القصة في الكرتون كانت بتحكي عن شاب أمريكي وقع في حب فتاة هندية، والدها كان زعيم قوي وكان رافض أن بنته تتجوز أي مواطن خارج حدود مملكته، ولكن البنت أساسا وقعت في حب قبطان بريطاني، وأبوها كالعادة مش موافق أن هي تتجوزه. ولكن الموضوع خرج عن السيطرة لأن زملاء القبطان بدأوا يهجموا على السكان الأصليين وكانت حرب طاحنة بينهم. ولكن القصة الحقيقية مختلفة تماما. بوكاهو هانتس هي بنت حاكم القبيلة، ولدت عام 1995 وكان اسمها الحقيقي ميتاكا. بوكاهو هانتس ده كان لقبها مش الاسم الحقيقي. بوكاهو هانتس كانت جزء من قبيلة كبيرة جدا، وكانت طفلة متدلعة بشكل كبير جدا. في الوقت ده البلاد كانت في صراع كبير بين الانجليز والهنود الاصليين، وكان في الحرب كابتن اسمه الكابتن سميث، وده كان جندي انجليزي وقع في قصر الهنود وتم الحكم عليه بالاعدام. وفي لحظة اعدامه رمت البنت نفسها عليه وتوسلت لوالدها ان هو ما يعدموش ويطلق سراحه، وهنا عرف ان بنته وقعت في حبه بالفعل. الملك ما قدرش يرفض طلب بنته، وعشان كده قرر ان هو يطلق سراحه، والبنت كانت مصرة على انها تتجوزه. وبعد تفكير عميق قرروا فعلا ان هم يتجوزوا، وسافرت البنت معاه لفرجينيا عشان تكون البنت دي اول معاهدة ورمز للسلام بين الهنود والانجليز. ولكن للأسف كان الانتصار حزين جدا، فبعد ما وصلهم لفرجينيا بوقت قصير جدا بوكاهو هانتس مرضت مرض شديد جدا وتم نقلها للمستشفى، ولكن للأسف ماتت وهي عمرها 21 سنة بس. وكانت المفاجأة بعد موتها ان سبب الوفاة الحقيقي كان جرعة كبيرة من السم القاتل المجهول. بعد ما ماتت بوكاهو هانتس كانت القصة الحقيقية محزنة جدا، لانهم فضلوا معتقدين ان الانجليز هم اللي سمموها، والحرب رجعت ما بينهم مرة تانية وعاشوا في فترة مظلمة. ولكن القصة دي ما تقلش غرابة ورعب عن القصة اللي كلكم بتعشقوها، بالتحديد البنات، لان كل بنت بتتفرج عليا دلوقتي هي اكيد بتتمنى تعيش قصة حب نفس القصة اللي شافتها في كرتون رابونزل، الاميرة الجميلة اللي حبت واحد وكان في بينهم تضحيات وحاجات كتيرة جدا البنات بتحبها. ولكن يا عزيزتي المشاهدة او يا عزيز المشاهد، القصة دي وراها لغز مرعب وقصة حقيقية مظلمة جدا. اسمع. في يوم من الايام كان في رجل ومراته عايشين في بيت جميل وحديقة جميلة وحياة سعيدة بيملأها الحب والاطمئنان وكل السعادة والامان، ولكن امنية حياتهم كانت في طفل صغير حبوب يكبر ويطلع انسان صالح زي مارو مثلا اللي هو انا يعني. فضلوا طبعا يصلوا ويدعوا ربنا يا رب رزقنا بطفل جميل زي مارو، يا رب رزقنا بطفل كويس زي مارو. واخيرا جت اخبار مفرحة والام كانت حامل. تفتكروا في اللحظة دي يطلعوا على اليوتيوب ويعملوا فيديو ويسموه مراتي حامل يا ترى من مين ويورونا شروط الحمل عشان ياخدوا الترند الاول؟ لا طبعا ما عملوش كده. تعالوا نكمل. مرضت الزوجة بشكل مفاجئ وعجيب وما كانتش بترضى تاكل ابدا اي حاجة، لدرجة ان زوجها قال خلاص مراتي هتموت. فضل الزوج يحاول يساعدها باي شكل ويأكلها، ولكنها كانت بترفض تاكل اي حاجة الا شيء واحد وهي نبتة او عشب بيدعى رابونزل موجود في بيت واحدة عجوزة بالقرب منهم. ولكن العجوز دي كانت مرعبة جدا وغريبة، وكل القرية عارفة ان هي ساحرة شريرة جدا. من شدة خوف الزوج على مراته قرر ان هو ينط من على السور ويجيب لها العشب عشان تاكله، وفعلا كلته وتحسنت. كل ما تشعر بالتعب الشديد بيروح الزوج لبيت الساحرة ينط من على السور يجيب العشب ويرجع تاني بدون ما اي حد يشوفه، لحد ما في مرة دخل الزوج يجيب العشب
ولكنه مرجعش. الساحرة الشريرة مسكته وحبسته جوا الحديقة، فضل يتوسل ليها ويقول لها أرجوكي زوجتي بتموت، زوجتي حامل ولو ما كلتش العشب ده هتموت. وهنا توقفت العجوز شوية وقالت له هسيبك تاخد العشب وتمشي، بس نكون على اتفاق، بعد ما مراتك تولد أنا اللي هاخد الطفل. المسكين طبعا ما كانش قدامه أي حاجة غير إنه يوافق على العرض، وفعلا وافق. ولدت الأم، وبعد أيام وصلت الساحرة للمنزل وخدت المولود، والمولودة كانت بنت. حبستها في برج عالي في بيتها وسميتها رابنزل على اسم العشب اللي كان موجود في الحديقة بتاعتها. كبرت رابنزل في بيت الساحرة وما كانتش بتشوف الشارع أبدا، وكانت بتعتقد إن الساحرة دي هي الإنسانة الوحيدة اللي موجودة في العالم، وده من شدة ما هي كانت مسجونة وما كانش في أي بشر حواليها ولا شافت أي حد طول حياتها غير الساحرة دي. رابنزل طبعا كانت بتقعد لوحدها حاسة باكتئاب وحزن شديد، وحاسة إن في حاجة غلط بتحصل في حياتها. كبرت رابنزل وأصبحت شديدة الجمال، وشعرها كان طويل جدا، وكانت دايما بتحب تخرج شعرها الطويل من شباك غرفتها وتقعد تغني بصوتها الناعم الجميل. شافها الأمير ووقع في حبها، ولكنه كان عارف شر العجوز الساحرة وقرر إن هو يتسلل ليها من ورا العجوز. وفعلا رابنزل شافت الأمير وبدأت تطلع له شعرها كل مرة من الشباك، ومجرد ما يشوف شعرها طالع بيعرف إن ده الوقت المناسب ويروح ويبقى معاها في قلب الأوضة، ووقعوا من الاتنين في حب بعض طبعا. وفضل الأمير يتسلل ليها كل يوم من ورا العجوز، كل يوم تطلع شعرها من الشباك وهو يتسلل من خلال الغرفة ويفضل قاعد معاها طول اليوم. معايا يا صديق السنجل البائس. المهم حست العجوز ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، وقررت ان هي تراقب القصر من بعيد. وبعد ما راقبت القصر من بعيد عرفت كل حاجة، وعرفت ان رابنزل لما بتطلع شعرها من الشباك الامير بيعرف ان دي الاشارة وبيجي على طول، فقررت ان هي تعاقبها اشد عقاب. وهنا دخلت العجوز على رابنزل ومسكتها وقصت لها شعرها الطويل الجميل، وراحت معلقة شعرها على الشباك. وبعد كده خدت رابنزل وحبستها في اوضة تانية، وانتظرت الامير ان هو يجي ويتسلق القصر. ولما جه الامير وتسلق القصر وجد الساحرة الشريرة في وشه، فرمته من الشباك ووقع على الارض، وهنا من شدة الواقعة فقد بصره. المهم يا صديق السنجل البائس، رابنزل حربت عشان حبيبها وهربت من العجوز الساحرة بعد وقت طويل جدا من الحبس، وبدأت تبحث عن الامير في كل مكان. وفعلا رابنزل وجدت الامير، جريت عليه وحضنته وعاشوا مع بعض بقيت حياتهم الجميلة حبوبين امامير يا صديقي السنجل البائس. وكانت حياتهم مع بعض صعبة شوية لأن الأمير كان فقد بصره للأبد، ولكن في بعض القصص والروايات بتقول إن الأمير في الوقت ده بعد ما شافها قعد يعيط، ومن شدة الدموع بصره رجع تاني. ولكن طبعا دي مش حكاية مقنعة، واحنا بنتكلم عن الحكاية الأصلية دلوقت. ولكن دلوقتي زمانك يا صديق البطل السنجل البائس قاعد وبتقول لي يا مارو، هو أنا ليه ما عنديش رابنزلية صغيرة في حياتي كده تطر عليا الدنيا؟ ليه ما فيش حد بيحبني؟ ولكن يا صديقي ما تنساش إن مارو موجود ومارو بيحبك. ف ايه عايز رابنزلية مالكش دعوه؟ المهم تاخدوا نظريه تانية ولا خلينا نكمل بقيه النظريات في جزء تاني؟ هعمل لكم نظريات كتيره تعجبكم لو لقيت طبعا ان انتوا حبيتوا المقطع ده وحابين ان انا اتكلم اكتر عن النظريات دي. فاضغطوا لايك للمقطع، حاولوا تنشروه مع اصدقائكم عشان نوصل ل 200 الف بطل وبطله في اسرع وقت. خلاص بسم الله ما شاء الله بقينا 150 الف بطل وبطله، فخليكم في امان لحد ما اشوفكم في مقطع جديد. وقبل ما تمشوا ده الانستجرام بتاعي، واشوفكم على خير والسلام.